فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن الأبرار لفي نعيم وإن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به
الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد قل أعوذ برب الفلق
الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق لا قل أعوذ برب الفلق غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتح الفاتحة إلى حسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأكرام أن الله عز وجل يجعل التواب ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام
عشنا واستمتعنا مع مسك الختام مع ذلكم العلم القراني الكبير والإذاعي الشهير والمقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فخر قراء محافظة الشرقية الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالسمعنا مركز ومدينة فعبوس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار. شاكرا لصاحب أركى الإذاعات الهندسية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون. أشكر مخازن الفراشة الكبرى والإنارة إدارة أولاد الحاج فتحي هاشم بمدينة أبو كبير. أشكر كسور الضيافة الكبرى الأستاذ محمد علي وأولاده بمنزل ميمون. نتقدم الأسرة الكريمة أسرة وعائلات آل زلط وعائلات أمين باشا الكبيرة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء. وأترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته وتوفيقه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتصحبكم سلامة الرحمن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.